اتعود عليك يا حبيبي، اتعود عليك. مساء الخير. كنت ناوية تخبي عليا لحد امتى يا مريم؟ اخبي عليكي ايه؟ مش فاهمة. الدواء. ما انا قلت لك يا ماما الدواء ده مش بتاعي، بجيبه لحد. ما تكدبيش عليا يا مريم. ولما انت جايباه لحد، ليه ساعات بلاقي علب الادوية فاضية وساعات الاقي السرنجة مرمية على الارض؟ ها؟ على العموم انا سألت وعرفت ده ايه وبيعمل ايه. سألتي مين؟ مش مهم سألت مين. انت ازاي تبقي عيانة المدة دي كلها وبتتعالجي ومخبية عليا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ وبعدين ده دواء ممنوع، يعني مخدرات. انت بتاخديه ليه يا مريم؟ بتاخديه ليه؟ ردي عليا. حاضر. انا يا ستي لسه جاي من عند الدكتور دلوقتي، والموضوع طلع اخطر مما كنت اتخيل. يعني ايه؟ يعني ممكن ما ادخلش اوضه العمليات تاني ابدا. ازاي؟ هو الدكتور قال لك ايه؟ قال ان انا عندي التهاب حاد في الاعصاب، ولو ما اتعالجش كويس ممكن يعمل مضاعفات خطيره. طب والحل؟ علاجه ايه؟ علاجه شويه ادويه وان انا ارتاح. طب ما تريحي، ما تريحي يا مريم، ريحي يا حبيبتي وكملي اجازتك عشان تقدري تشتغلي بعد كده. انت بقالك كام سنه ما بترتاحيش وادي النتيجه. حاضر، هرتاح. مريم، اوعي تكوني بتكذبي عليا يا مريم. انا عمري ما كدبت عليك يا ماما، انا بس خفت اقول لك الحقيقه عشان ما تقلقيش عليا. اخص عليكي، ليه بتقولي كده؟ واحنا لينا مين غير بعض؟ ما كنتيش هتحكي لي انا وطفيلي، هتحكي لمين؟ انا خايفه قوي، أنا خايفة أوي يا ماما، خايفة. الحاجة الوحيدة اللي بلاقي فيها نفسي بتروح مني، ومش عارفة أعمل إيه، واقفة عاجزة قدام المرض. متخافيش يا حبيبتي، مفيش حاجة هتروح منك. أنا عارفة بنتي كويس، أنتِ ما بتغلبيش، واللي أنتِ عايزة توصلي له هتوصلي له إن شاء الله. مريم يا حبيبتي، أنتِ لسه صغيرة، ولسه قدامك الدنيا. فيها حاجات كتير ما تمتعتيش بيها ولا شفتيها، ويمكن اللي حصل ده فرصة، فرصة عشان تبصي لنفسك كويس وتشوفي انت محتاجة ايه وتعمليه. متخافيش يا حبيبتي، متخافيش. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.